السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ رجعنا كل يوم فيديو جديد. في الفيديو يا جماعة الخير جميل لكم تجميع الـ RTX مرة ثانية بقيمة 3800 ريال. لكن قبل ما نبدأ فيديو جماعة الخير، أنا حبيت أساعدكم في بناء البي سي. أي شخص يبي يبني بي سي يبغى قطع، أنا حاضر. أبغى أطلب، يبغى أني أطلبها له، ما عندك مشكلة. يبغى نجمع له البي سي، برضو ما عندك مشكلة. طبعا تواصل معي عن طريق حساب الانستغرام حق القناة، راح أحطه إن شاء الله في الوصف، وانا مستعد لمساعدة اي احد. طبعا جماعة الخير ما بيطول الفيديو، هو قصير زي ما تشوفون، ما بقى شيء ونوصل 3300 مشترك، يمدينا عليها ان شاء الله. فخليكم مع الفيديو. طيب جماعة الخير، اول شيء عندنا هنا الرايزن 5 2600 اكس، له 6 انوية طبعا بسرعة 3.6 جيجا هرتز. طبعا يقبل كسر السرعة الى 4.2. طبعا معالجات الرايزن جماعة الخير ممتازة جدا، تتمتع ان لها انوية كثيرة ولها ثريدز عالية، فتنفع للمونتاج وتنفع للجيمنج، وسعرها جدا مقبول. سعرها 750 ريال بقيمة الاي 5 8400. وبعد عندنا جماعة الخير اللي هو المذر بورد، افضل مذر بورد معالجة الرايزن. طبعا افضل مذر بورد معالجة الرايزن اقصد الاكس 470 وليس الشركة اللي هي الجيجا بايت. الاكس 470 جدا ممتازة صراحة، ممتازة لكسر السرعة للرايزن، برضو تدعم ممتازة جدا لكن تركب اكثر من كرت. طبعا تدعم الى 64 جيجا رام دي دي ار 4، سرعة 3200 كحد أقصى. طبعا السرعة هذه جدا كافية معالجة الرايزن، ولا راح تحتاج أكثر منها أصلا. ونجي لبعد جماعة الخير، عندنا هنا كرت الشاشة، أو يقولون هذا قلب الجهاز زي ما يقولون، اللي هو كرت الشاشة الـ RTX 2060 من زوتك، توين فانز 6 جيجا الـ GDDR6. قيمته جدا حلوة صراحة، ب 1300 ريال شامل الشحن والضريبة وبتاع كله. حتى معروف شركة زوتك في التبريد ممتازة، ما شاء الله شكلها جدا حلو. برضه فيه لو ننزل هنا أبغى أوريكم شيء، بس في الجهة الثانية هنا، طبعا أقصد هنا، هنا ترى هذا أنوار RGB، ف راح يكون جدا حلو شكل الكرت اذا ركبته عندك في الجهاز. لا اتوقع ان ما في RGB، لكن RGB بسيط زي ما يقولون. وقيمته زي ما قلنا 1300 ريال، سعر جدا ممتاز. نروح اللي بعد، عندنا هنا الرامات من شركه كورسير بسرعه 3000، جدا كافي سرعه 3000 لمعالجه الرايزن. طبعا دائما حاول معالجه الرايزن جماعه الخير ناخذ رامات سرعتها عاليه. ليش؟ عشان عندنا معالج الرايزن يفرق في الاداء من من الرامات، زي تقول سرعتها ضعيفه زي 2400 2600، وينفع جدا راح يكون في بين زي يقولون تعاون مع الرامات، راح يعطيك اداء افضل. كل ما زادت سرعه الرامات اعطاك المعالج اداء افضل، فقط في الرايزن وليس انتل. فسرعه 3000 يا جماعه الخير حطوه كاقل شيء تاخذه للرايزن، لا تاخذ مثلا 2400، راح تحصل اسعار رخيصه في 2133. هذه الرامات كلها اسعار رخيصه، لكن حاول قدر المستطاع انك تاخذ 3000 او اللي هو 2966. طيب نجي اللي بعده، هنا جماعة الخير عندنا الثيرمال تيك 600 واط سيلفر اديشن. طبعا هذا الباور سبلاي راح يعطيك الكهرباء للجهاز حقك. طبعا هذا نون موديلر، الفرق يا جماعه الخير انه اسلاكه هذا جدا يعني جاهزه، ما احتاج انك تفصلها وتشبكها، طبعا راح تجيك كامله كذا. مشكلتها اللي تجيك اشكالها كذا كثيره في الكيبل مانجمنت، راح تسبب لك مشكله بسيطه، لكن عوافي زي ما يقولون، او تدفع زياده تقريبا 60 ريال 70 ريال عشان ناخذ السيمي موديلر او الموديلر. لكن انا اشوف هذا جدا ممتاز بما انه 600 واط سيلفر اديشن من ثيرمال تيك. ثيرمال تيك معروفه صراحه بالتبريد، يعني لهم مراوح ولهم تبريد مائي، يعني شركه معروفه بالتبريد ما يحتاج. نروح جماعه الخير، عندنا تخزين اللي هو من وسترن ديجيتال اللي هو دبليو دي بلو 1 تيرا بسرعه 7200 ار بي ام. قيمته طبعا يعتبر نوعا ما مرتفع، ما ادري ليش الايام هذه الاس اس دي والاتش دي دي اللي هو الهارد درايف مرتفع اسعارها شوي. لكن انا انصحك اذا بتاخذ الهارد ديسك لا تاخذ من نيو ايج، انا اشوف تاخذه محلي سعره ارخص، تقريبا يطلع لك قيمته 170 تقريبا ريال تقريبا. هذا قيمه 200 ريال غالي يعتبر سعره.
لكن حطيته عشان يكمل التجميع فقط. وبرضو عندنا هنا الـ SSD من شركة Western Digital اللي هي WD، هذا الجرين. طبعا في شركة أفضل منه زي الـ SP، وعندك الـ Kingston، لكن ما حطيتهم لأن كان سعرهم جدا جدا مبالغ فيه، ما أدري ليش تغيرت أسعاره. هذا قيمته 157، كان قبل الـ Kingston 240 جيجا ما يقارب 140 ريال، لكن شفته مؤخرا تقريبا قيمته 190، فأخذت الويسترن ديجيتال. طبعا يعتبر ممتاز مش بطال، لكن إذا قدرت تأخذ Kingston أو الاس بي فإنه شيء ممتاز. طبعا آخر قطع عندنا هنا جوعة الخير اللي هي الكيس، الكيس من بيتفينكس اللي هو النوفا. طبعا اخذته هذا عشان زي ما يقولون كمل تجميعه، انت تاخذ الكيس اللي يعجبك انت. انا اخذته هذا بس عشان نكمل تجميعه زي ما يقولون. وفي عندك انواع كثيره زي من النوفا، النوفا تي جي، وفي اللي يعجبك يعني. لكن انا اخذت هذا سعره يعني 150 ريال ويكمل لك التجميعه. طبعا اكيد راح تجمع التجميعه دي راح تطفر 1000 او يعني نقول اكثر الناس راح تطفر. فهذا الكيس إذا يقول تصبيره قيمته 150 ترى شامل الشحن والضريبة بتاع كله. طيب جماعة الخير، هذه التجميعة كاملة كم راح تكلفنا جماعة الخير؟ راح تكلفنا 3878 ريال. حلو، 3878 ريال هذه مش ثابتة، ممكن تتغير بأي وقت، لكن بوقت الفيديو هذه هي القيمة. هل أشوف قيمة ممتازة؟ نعم. هل تستحق؟ صراحة جدا ممتازة. وزي ما قلنا يا جماعة الخير، أي أحد يبغى لي يجمع له جهاز، أحد يبغى لي أطلب له قطع، أحد يبيني أسوي له أي شيء يساعده، أنا حاضر. في التواصل راح يكون إن شاء الله عن طريق إنستغرام القناة، راح أحط لكم في الوصف، يمكن التواصل هناك. واللي يحتاج أي شيء أنا حاضر. فما بي يا جماعة الخير أطول الفيديو، يعطيكم ألف عافية يا جماعة الخير، يعطيكم العافية لكل من وصل لنهاية الفيديو. كان معكم باسم من قناة هيسوكا. السلام عليكم.